السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مروة السمان ودي قناتي من الصعيد. لازم نرمي السلام والتحية على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايه اللي في وشكم دواتي؟ دي مكرونة حط عليها معلقة لية ومعلقة زيت وبس. هنحمر المكرونة يا حبايبي، احنا في وسط الاسبوع وهنعمل ايه اكل؟ هنعمل ايه اكل؟ نحمر مكرونة وهنطشها بطماطم، ويا عند مرق الدجاج او شرب الدجاج زي ما انتوا بتسموها هطشها بيها مع الطماطم وبس. هسيبها تتحمر ويا اوريها لكم احنا بنحمرها ازاي. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما حمرتها. شايفين لونها؟ هي كده لونها حلو بالنسبه لي، انا بحبها اللون ده. عارفين ليه؟ لان هي لما بتطش عليها الشوربه او الطماطم بتفتح، فبتبقى فيها سنه مسلوقه. انا مش عايزاها مسلوقه، انا عايزاها محمره. فايه حته سنه التحميره دي انا بحبها فيها. هنزل عليها بعصير طماطم مضروب ومتصفي مضروب يا حبايبي ومتصفي من التفل ومن البذور. شايفين الطماطم صافية ازاي وحلوة ازاي؟ بس يا حبايبي شايفين حلاوة الاكل الصعيد. هحط لها رشة ملح ورشة بابريكا يا حبايبي وبس، واسيبها تغلي. هي دلوقتي بدأت في الغليان، اسيبها تغلي. وهنا يا حبايبي انا سبت المكرونة تتشرب صلصة الطماطم. ليه؟ عشان هحط لها شوربة. وهنا يا حبايبي حطيت الشوربة، معلش ما قدرتش اصور وانا بحطها بتلدع. هنقلبها وهسيبها تغلي غلوة، وبعد كده ايه هسيبها تطيب على هادي. بص عشان تصدقوا قهوه الشوربة يا حبايبي، اهو شوربة، ومش اي شوربة، شوربة فريخ. بس يا حبايبي انا كده هسيبها تطيب على هادي وبس. لو ما كانش عندي شوربة خالص كنت هخليها تغلي اول ما طش المكرونة بعد ما احمرها، اطشها بالصلصة اسيبها تغلي غلوة وبعد كده اوطي عليها واطيب على الهادي. لكن انا سبتها تشرب وتستوي شوية على النار العالية عشان انا عندي شوربة وازويها. اسيبها تطيب واوريها لكم في الاخر. شايفين يا حبايبي حلاوة المكرونة وهي طيبة كده؟ هي طابت وانا طفيت عليها. اعرفها ازاي طابت يا حبايبي؟ لما الاقي لون المكرونه اتغير وكلها طابت وزادت بسم الله ما شاء الله في الحله. ودي كانت المكرونه. ايه رايكم؟ سلام.